مرحبا بكم، انا كاثرين من شيبا يمني فودز، وفي هذا الفيديو اراكم كيف طريقة الشكشوكة اليمنية. والشكشوكة هي اكلة تتكون من البيض والطماطم، ويأكلون في الصباح او في العشاء. المكونات التي تحتاج: 5 بيض، بصل، 3 طماطم او صلصة طماطم، بسباس أخضر حسب الرغبة، 2 ملاعق كبير زيت، ملح حسب الرغبة، نص ملعقة حوائج وفلفل أسود. فأولا سنأتي بالزيت والبصل والبسباس والملح فوق النار ونطبخه حتى البصل تكون حمراء. ثم أضيف له الطماطم المقطعة وأطبخه حتى الطماطم تكون مطبوخ مثلا 5 أو 10 دقائق، وأضيف له البهارات والفلفل. وإذا تتمنى ممكن تضيف له صلصة طماطم. وبعدين في صحن آخر أخلط البيض مع بعض. وأضيف البيض إلى الطماطم. ويطبخ لمدة 3 دقائق، ثم أبدأ أحركه بالملعقة. أطبخه لمدة 5 أو 10 دقائق حتى تكون جاهز، ثم ممكن تقدمه مع شاي أو الخبز. شكرا لحضوركم لهذا الفيديو، أنا كاثرين. إذا تتمنى أكثر فيديوهات مثل ما هذا ممكن تزور القناة شيبا يمني فودز. شكرا.